العربي بتاعتنا عملناها بطريقة سهلة جدا. أنا جربت كذا طريقة، الطريقة دي هي أكتر طريقة أنا حبيتها. هي فيها حليب وفيها كريمة، فيها سحلب وفيها سكر وفيها حليب مكثف محلى، وغلفتها بالفستق، وده اختياري، وممكن نحط جوه شوية فستق كمان، بتديها طعم لذيذ وحلو جدا. الوصفة ناجحة قوي، جربوها وأنا متأكدة أنكم هتحبوها. لنعمل البوظة، رول البوظة العربية بالفستق الحلبي، بدنا 3 أكواب من الحليب، وربع كوب حليب بودرة، ربع معلقة صغيرة مستكة مطحونة، نص علبة حليب مكثف محلى، بدنا كمان معلقتين صغار من بودرة السحلب، ومنحتاج لمغلفين من الكريمة البودرة، ربع كوب من السكر، وكوب كريمة فستق حلبي حسب الرغبة. طيب دلوقتي هناخد المكونات بتاعتنا هنحطها. ده بس بتقعد شوية على يعني بتقعد شوية تتخفق لأنها بالحليب. أوكي. مش بكريمة. شايفة فيها قد إيه؟ 3 حليب وواحد قليل. كريمة. فهناخد دلوقتي الحليب اللي عندنا. يعني بدها وقت أطول بالخفق. بدها وقت أطول. اللي عملناها قبل شوية. بالظبط. فهنحط الحليب هنا. وهنحط الكريمة هنا. هنحط يا ستي السحلب اهو، معلقتين صغيرين من السحلب، هو اللي هيديني المطه اللي مميزه فيها البودره. ايوه. هنحط الحليب المكثف المحلى. والله حلوه هالوصفه كتير صراحه، حلوه يعني. بس بعد اذنك حطي لي هنا شويه سكر. حاضر. ربع كوبايه سكر. الأولانية أنا حطيت لها سكر الصراحة، لأن الكاكاو حسيته مر خام. أوكي. زيادة. فأنتوا طبعا يعني ده هو، أنا حطيت بس يعني تقريبا معلقتين. الكريمة الباودر. طيب عندي هنا المسكة، بس ربع كوباية. هاخد المسكة بتاعتنا، دايما اشتروا المسكة ما تكونش مطحونة. هاخد شوية مسكة هنا اهو. استني يا لولو. خلاص اوكي. عاوز حاجة تانية؟ لا شكرا. حطيت هنا شوية مسكة صغيرين. يعني تقريبا 3 فصوص، وهناخد شوية سكر عليهم. ايه ما احلى المدقة. مش معقول. بيع؟ عن جد حلو، بدي اشتريها عبد الله. بس حلوة. وهدوء. هي للمستكة هاي؟ هو للمستكة الصغننة الحاجات دي. شو كيوت. هنطحنها، ودايما اطحنوها طازة. ترى حبيت لسنتو من واحد هاي بتزبط. ايوه والله كيوت، بس مع ملح طبعا كتير. خلاص احنا كده طحناها اهي، شايفين. خلاص هناخدها ونحطها حاني. نحط هنا المسكة بتاعتنا. وكده نبقى احنا ناقص بس الربع كوباية من السكر. كل حاجة حطيناها مع بعضها، شايفة. ولا في اي غلبة. لما نزلتها الوصفة دي كتير ناس بعتولي تطبيقات ليها. لما نزلتها على السوشيال ميديا كتير ناس بعتولي تطبيقات ليها، ببسطوا منها الحمد لله. فعلا. طيب. فعلا مبين من المحطة. هنخلط بقى وهنسيبها كده شوية لغاية ما تجمد براحتها. لا مش معقول. طب مين اللي شاله؟ لا هيك في كتير. هلا ما حدش دخل المطبخ غير انا وانت، يا انا يا انت. ما انا مش ممكن اشيله. وانا ليه اشيله؟ وانا ليه أشيله؟ انا اشيله ليه؟ انا شو ذنبي اشيله؟ لا مش طبيعي. خطأت بأعترف. يلا أوكي. ابتدت تمسك. بس هي لسه عايزة شوية وقت. ورجينا. فأنا علشان خاطر نختصر الوقت هسيبها تشتغل هنا، يعني مش هستناها تجمد، هنجمدها مع بعض. بس وهي بتجمد هكون أنا بشتغل في النسخة اللي أنا عاملاها علشان يلا. تكسب وقت. طبعاً. تمام. فهشغلها هنا وهبتدي انا هنا اشتغل. موافقين. اوكي يلا. طب انت ليه ما خليتيهم جوا الكيس؟ خليتهم بس دول طلعوا مش مكسرين. اوكي تمام. في معلقة حلوة
هون اهي في منها كذا واحده. طيب دي بعد ما حطيناها في الفريزر وجمدناها شويه، لان احنا هو سامع ولا لا؟ مسموع صوت غادة عبد الله. طيب احنا المهم بنسيبها هنا لغايه ما تجمد، صوتي مش طالع صح؟ طيب لغايه ما بتبتدي تجمد بنحطها في الفريزر. هنلاقيها بقت عامله كده سميكه شويه، بس هي عايزه 10 دقائق تقريبا، 10 دقائق خفق. اوكي تمام، هنحطها في الثلاجه في الفريزر لغايه ما تجمد، وبعدين بس انا عايزاها تجمد كده بس مش اكتر من كده. يعني بعدين اقدر اتصرف فيها. ايوه نقدر نشكلها. بعدين هاخدها احطها هنا كده بهذا الشكل كده. حلو كده، ونشكلها على شكل رول. لازم نكون عارفين نتحكم فيها. اوكي اهي، هنعملها مدوره بقى ازاي كده بايدي الاول شويه كده اهو. بعدين هنبتدي بقى نجيب ده كده ونلف عشان الفستق ده يجي كله هنا. هلف كده وبايدي هعمل رول كده، شايفه كده علشان اعمل شكل الرول. اها وبلف علشان الفستق يغلفها كلها. بصي لسه ما غلفها كلها، غلفها خلاص، دول الزياده اهو. الزياده بس هيغلفوا برضه. اهو كده، وهنلفها بهذا الشكل. وعلى الثلاجه على الفريزر هنعملها كده وكده، وعلى الفريزر لغايه ما تجمد خالص. شايفين ازاي بقت مدوره اهي؟ بصوا ازاي مستديره مدوره اهي، اهي شايفين مدوره خالص اهي. طيب دي كده جهزت عندنا، عايزه تروح على الفريزر. اوكي هناخد بقى جامدة دي كويسة، الرول بتاعنا اللي احنا النسخة بقى اللي احنا عاملينها. طبعا دي مجمدة مجمدة يعني، في اشي الفريزر مفتوح. والله مين هيقفله؟ انا. اوكي لو يا غادة، بس مش مبين تعرفي من عندي انه مفتوح اهي، مش سامعة. اوكي خلينا بس ايه عشان الطبق. طب غادة انت ليه الفستق الزياده؟ ما شاء الله مليانه فستق. علشان التصوير. للتزيين. اوكي ليش عشان التصوير. طيب خلينا بقى نقطع مع بعض كده حته. بسم الله ما شاء الله، يا سلام يا لولو، حتتين هيك صاروا. انت تاخديها كلها يا لولو. طيب اسمها صحه وهنا. نقدر نحط تهرب كمان جوه شويه فستق، بتبقى برضو لطيف.